تقول ايه للزمالك بعد ما كسب كاس مصر امبارح؟ بقول لهم مبروك تمام ويا ريت تستمروا على كده، ما انا مش مقتنع ان هم يستمروا بالاداء ده. بحس ان الزمالك عامل زي المنتخب المصري، يعني في نفسه قصير كده ما بيطولش، يعني يبدا اول الدوري يركب وبعد كده يمشي كويس، بعد كده ينزل ينزل ينزل, ينزل يروح الدوري منه، لكن في الكاس ماتش بماتش بماتش بيخش لنفسه في النهائي ياخد الكاس. لو استمر الزمالك على كده يعني مستوى الكره عندنا هيعلى. بيراميدز كانش عامل اي حاجه، هو كان شاطر بس الشوط بتاع الاهلي ويجي قدام الزمالك وينخ. الزمالك رايح جاي عمال يدخل في جوان ليه يعني؟ الف مبروك لكاس 27، فاضل له 9 تقريبا ويجيب رقم الاهلي، عاد رقم الاهلي. اه ماتش الزمالك عايز تحصيل حاصل، ده ماتش كاس يعني عندنا منه كتير، احنا 37. 3-0 نتيجه حلوه جدا. يعني كان بيلعب قدام فرقه يعني ممكن تغلب الزمالك. اتمنى ان يكون بس يعني في استمرار بالمستوى وإن... احساس جميل انك تبقى كسبان بيراميدز، احساس في ناس مش عارفه تشوفه لحد دلوقتي. مبروك لنادي الزمالك، لعبوا برجوله وده اللي بينقص اللعيبه بتاعت الاهلي الحلوين الامامير. الميتشو دوت بتاع المدرب بتاع الزمالك كان يعني خطته كويسه، وكان يعني راجل فاهم الكوره كويس، التشكيله بتاعته وشخصيته كانت في الملعب، غير في اسلوب لعب الزمالك جامد بصراحه، يعني مستوى فعلا يعني الراجل بيفكر في تغييراته حتى وفي اسلوب طريقه لعبه. عجبنا اثبات ان هو امبارح ان هو مدرب محترم للامانه، لان لعب بخطه امبارح كتف في بيراميدز. طب تفتكر مين هو افضل لاعب في ماتش امبارح؟ شيكابالا. شيكابالا هو لاعب لو كان يعني لو كان كمل المستوى اللي بادئ فيه كان هيبقى احسن لاعب في مصر، بس هو للاسف شيكابالا بيدي ماتش ممكن يدي ماتشين ماتشين ثلاثه، يعني هو اداؤه مش مستقر، اداؤه لو كان مستقر من بدايته كان هيبقى احسن لاعب في مصر. كان بيتحرك على الاطراف كويس، وكان يعني عامل شكله وعامل كمان روح، يعني عودته للزمالك عملت روح للفريق الزمالك. زي ما قالوا جوزيه بالظبط، انا كان نفسي ادرب واحد زي شيكابالا. شيكابالا لعيب كبير جدا، كان امبارح كان قائد الفريق فعلا، كان برده سواء على المستوى الفني كان قائد برضو من المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي، سواء انه كان بيواجه لعب صح زي نادي الزمالك بالنسبه له في حته ثانيه خالص. احب اقول له نورت شيكابالا ورجعت لبيتك. احسن لاعب في مصر على ادائه العظيم الجميل جدا جدا، واحسن لاعب في البطوله، وكان لاعب برجوله افضل واحد في الماتش. شيكابالا مش لعيب من وجهه نظري والله، احنا بنلعب كوره وبنفهم كوره، انما امبارح فعلا النجوم فعلا بن شرقي وبام كل بليله ما شفتش الماتش.